وهو نصف على اساس يعني. تمام؟ الفاست احنا جينا قلنا حضرتك الفاست حضرتك الفاست الثيكنس بتاع السنسيفيتي يعني معدل استجابه الحريه اسرع نص تقريبا ده بياخد نص المده بياخدها الثاني. تمام؟ اوكي ماشي كده يا جماعه؟ في اي سؤال؟ لا. نيجي بعد كده هو نرجع تاني مرجوعنا الجزء بتاع تصنيف الرشاشات. تصنيف الرشاشات في صفحه رقم 18 جينا قلنا ايه؟ انا عايز اصنف الرشاشات. يعني ايه اصنفها؟ زي العربيات بالظبط. زي اي حاجه. عايزين نعمل كلاسيفيكيشن. سبرينكلر نعمل له كلاسيفيكيشن. يعني انا اقدر اقول مثلا لحضرتك ممكن اصنف العربيات اكوردنج دي سي سي بتاعها سعر لتريا بتاعتها اه انا والله العربيات بتاعتي ال 500 سي ال 1000 سي سي وال 1300 وال 1400 وال 1600 وال 1800 وال 2000 وال 3000 وال 4000 صح؟ ادي كاتبها صح؟ وممكن اقول لك ايه صنفت العربيات تكون ايه؟ عربيات سيدان وعربيات 4 باي 4 صح؟ ممكن اقول لك صنفت العربيات ايه؟ كل الليجيريتي بتاعتها الليجيريتي اللي هي دي حاجه ليجير يعني حاجه مستوى الفخامه اللي فيها على اه عربيات النص لا حاجه والعربيات اللي ايه الليكسس مثلا المرسيدس الدبليو تمام وفي عربيات العاديه اللي هي الصغيره ماشي في عربيات تمام طيب تمام فجي قال لك في تسليم الرشاشات في برضه قواعد اول حاجه عندنا في صفحه 18 The following sprinkler هو الجملة statement 1.31 The following sprinkler are defined according to design and performance characteristics. طريقة التصميم والبرفورمانس الأداء. لو أنت حضرتك لاحظت موجود عندك أول واحد Air Dissipation Fast Response Sprinkler ESFR. يا ريت حضرتك تحط علامة على الرشاش ده لأن الرشاشات الهايلة. ليه؟ الـ Air Dissipation Fast Response Sprinkler الاير دي سبريشن فاست ريسبونس كلمه اير دي سبريشن فاست ريسبونس كلمه فاست ريسبونس يعني سريع وإير دي سبريشن يعني معناها انه الحقيقه هيتعمل هيتعمل تمام بسرعه مشكله الرشاش ده انه بيتاخد على ايه؟ على ارتفاعات عاليه تمام؟ ارتفاعات عاليه يوصل لكام؟ ممكن يشيل لغايه 24 متر خلي بالك بدي لك ايه؟ بدي لك بغششك دلوقتي انا بغششك خلي بالك ده عيب ها كده عيب لا ميزه بقول لك خلي بالك انا بغششك بغششك ازاي خلي بالك ازاي انا بقول لك اي اس اف ار ممكن نستخدم ايه اي اس اف ار لو المسح مثلا يعني لو انا عندي مسرح المسرح الحته بتاعتي دي اللي هو الستيج زي ما انا واقف كده اهو كده حضرتك تمام الارتفاع ده بيوصل ثلاث اربع خطوات وهو فوقيه والجمهور اهو زي ما انتوا قدامي خدت بال حضرتك فالحته دي بتوصل ارتفاعها كام دي المنطقه بنسميها منطقه الشوايه الشوايه دي عشان درجه الحراره بتاعت الكشافات بتبقى درجه حراره عاليه عشان الاضاءه تحت تمام فكميه حراره رهيبه جدا فما يقدرش ايه يعمل ستيج عشان البلاتو جوه المسرح يبقى ارتفاعاته عاليه طب انت عايز تطفي القتيل ده والقتيل ده اخطر حته فيه اللي هي الايه؟ الستيج. طيب اللي هي خشبة المسرح فانا عشان اطفيه لو جبت رشاش طبيعي او عادي احنا جينا قلنا امبارح الماكسيمم ستاندرد او الماكسيمم هايت للرشاش العادي كام متر؟ 6 متر 6 متر تمام؟ طب انا الارتفاع ده معدي معدي يا ريس هجيب له منين؟ حاجه من الاثنين يا اما استخدم كلوزد تايب سبرينكلر رشاشات مقفولة تمام والرشاشات المقفولة دي هستخدم فيها ايه؟ الرشاش اللي هو الدي اس اف خلي بالك ان الدي اس اف الكي فاكتور بتاعته الكي فاكتور بتاعه عالي المينيمم واحد فيه بيخش بكام؟ في 12 12 يعني ايه بوصة تمام يعني كمية مية ايه؟ بالظبط حلو يعني انت بقى قطشت تمام؟ حاجة كبيرة جدا او
يا ريت نستخدم حاجه اسمها لارج دروب سبرينكلر، هنتفرج عليه كمان شويه برضه. مش اسمه لارج دروب سبرينكلر، كلمه لارج دروب يعني معناها بينزل قطره حبايه الميه كبيره كبيره، تمام؟ عشان بتاعه عالي بينزل ايه؟ ميه كيس. طب حضرتك ده لارج دروب سبرينكلر ده لو انت هتستخدم اللي هو كلوز تايب سبرينكلر. طب ازاي حضرتك مش شايف ده يفرق بين درجه حراره الحقيقه درجه الحراره الناتجه عن الكشافات؟ لما انت بتحط بقى بتحط رشاشات في مكان ما انتش هتعرف، هنشوف الديزاين. ما انت خلي بالك طب ما هيعمل ازاي؟ من ديزاين للديزاين تحط دي فين وتحط دي، تمام؟ وعشان كده بنسميه ايه؟ ايه اللي سبريشن فاسيليستو سبيريكا؟ ايه اللي سبريشن فاسيليستو سبيريكا؟ درجه حراره تحت، تمام؟ توصل ل 67. طب انا عايز ارسمها اجيبها هنا فوق كام؟ طبعا اجيبها ازاي؟ دي من الحاجات اللي ممكن تغير الديزاين. واحد ايه من فقط في دماغه ما خدش باله راح قلب لك الكشاف مثلا تحت ايه؟ تحت الرشاش. حط دايما وانت بتصمم مشاكل ايه؟ مشاكل المستخدم، مشاكل الحرفيه بالظبط. لا يعني احنا مش كده، مش عايزين الناس جهز المستخدم، يعني هو مش لازم يكون فاير فايتر انجينير زي حضرتك، تمام؟ طيب نيجي حضرتك عندك في حته ثانيه مهمه قوي، ممكن تستخدم الكروس تايب سبينكر برضه زي ما قلنا، وممكن نستخدم ايه تاني؟ الديلوج سيستم. الديلوج يعني النظام اللي ايه؟ الغمر. وده هناخده تمام كمان شويه. طيب يبقى انا قلنا اول حاجه ليه هو الايه من سبريشن فاسلس فور سبرينكلر، اللارج دروب سبرينكلر، في عند حضرتك الاكستندد كفرج سبرينكلر، النوزلز، الاولد ستايل، كل دي انواع خاصه بس بالبرفورمانس بالاداء بتاع الرشاش. في طريقه تصنيف ثاني اللي هو بنسميها ذا فولوينج سبرينكلر ار ديفايند اكوردنج تو اورينتيشن، طريقه الايه؟ التركيب. طريقه التركيب تمام؟ اللي هو كونسيلد سبرينكلر. كلمة كونسيلد سبرينكلر يعني ايه يا جماعة؟ مش معروف. ها؟ كونسيلد يا ريت نجيب الحتة دي على الجزء ده. كلمة كونسيلد يعني متغطي. متغطي. أهو الرشاش متغطي. وأهو بنسميه حاجة اسمها ديكوريتيف سبرينكلر. كلمة ديكوريتيف ليه؟ لأن الراجل المعماري دايماً أو المهندس المعماري وهو بيصمم ما بيجيبوش أبداً شكل الرشاش، بيبقى إحنا دايماً عاملين له إيه؟ عاملين له أفكاري. تمام؟ يقول لك لا 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 أنت شكل الرشاش بتدمر لي الإيه؟ بتدمر لي الفلسفي بتاعت الايه؟ بتاعت الديزاين بتاعي. انا عايز اخلي السقف بتاعي ده كومبليتلي بلينت، من حاجه ايه؟ على النظر كده مفتوح، مفيش حاجه زي البقى كده باينه، تمام؟ فبتاع لو سمحت حط لي الرشاش بتاعك وايه؟ وغطيه لي بكفر، تمام؟ بشكل شيك، يبقى ايه؟ يبقى انا عندي باين ان انا قدام السقف بتاعي بلينت، فده بنسميه كونسيل تايب، تمام؟ وفي نوع تاني تمام بنسميه حضرتك اللي هو الفلاش سبرينكلر على وش السقف. في حاجه ثانيه اللي هي البندنت سبرينكلر شفناه، والريسيت سبرينكلر، والسايد وود، والابرايت سبرينكلر. قال لك الله، هو ينفع يكون الرشاش بتاعك بندنت سبرينكلر وايرلي سبريشن فاست ريسبونس؟ ينفع يكون ابرايت سبرينكلر وايرلي سبريشن فاست ريسبونس؟ طبعا. طب ينفع يكون اي اس اف ار ولارج دروب سبرينكلر؟ لا طبعا. ليه؟ لان ده رشاش وده رشاش. ده تصنيف وده تصنيف وده تصنيف. برافو. الاثنين في نفس التصنيف يا باشمهندس. عشان كده دايما خلي بالك وانت بتوصف الرشاش بتاعك ما تقوليش اي اس اف ار اند لارج دروب سبرينكلر. هاو كم؟ بمعنى اصح ايه؟ عربية 1000 سي سي و 1300. هي أنت عايزها 1000 سي سي ولا 1300؟ الديزاين بتاع الرشاش نفسه مختلف. أنت بقى حضرتك اللي الرشاش اللي بيطلع لك لارج توب، تمام؟ بطريقة، والبي اس اف ار دي سيستم تاني خالص. أنت بقى حضرتك خلي بالك. الحاجة التانية the following speaker are defined according to special application or environment. سبيشال ابلكيشن هي ايه؟ التطبيقات الخاصه. التطبيقات الخاصه اللي هي ايه؟ خاصه بايه يا جماعه؟ زي مثلا كروجن، معمل كيماويات، معمل الكيماويات ده حضرتك، تمام؟ انا بيبقى في عندي بيبقى في فولاتايل ماتيريال،
طالعه مواد متكسره وبخر من مواد كيميائيه، مواد كيميائيه لو لمست بس في الرشاش بيحصل لي بيعمل لي كروجن في الاكل، بتعمل لي تاكل صح؟ فانا لازم اخليه ايه؟ ها؟ انتي كروجن. بعض الشباب بخليها في الديزاين بتاعي برضه ان هي انتي كروجن. فطبعاً ضد في حاجه اسمها دراي سبرينكلر، وفي حاجه اسمها اورنمنتد اند ديكوريتيف سبرينكلر. ديكوريتيف سبرينكلر ممكن ان انت تطلب من المقاول بتاعك او السكاير بتاعك ان يعمل لك شكل الرشاش بشكل معين عشان الديكور بتاعه جاي ماتش مع الديكور. ده طبعا بيتسمى لطيف يعني، مش لطيف خالص تمام. في بعض الشركات توصل ل 300 يورو. قابلتني في مشروع استشاري كانت في سينما وبعدين البليتد كان كروم فبيعاكس على البروجيكت. الهيتر؟ قال لي الهيتر. قلت له ما ينفعش الدكتور يعني. فقال لي الهيتر. ايوه هو طبعا مكتوب عليه. ايوه مكتوب عليه ضد بنتي. ايوه. ايوه طبعا هو مكتوب. ليه؟ طب نفكر مع بعض. ثينك بيفور يو. انت قلت له ما ينفعش ليه؟ الجيش ده عازل. 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 برافو. لو هو حضرتك اذا كان انا عندي هنا هو سميته ديكوريتد سبرينكلر ولا كونسيت سبرينكلر ذات نفس البليت دي نفسها بتنقل الحراره لمين؟ عشان الجلاس بالب يحس بيها. انت رحت سعادتك ورحت دهنتها لي. ايه اللي حصل؟ حطيت عزل. انه يحس بالحراره الكفر نفسه مش هيروح. بقت مسؤوليه مين يا باشمهندس؟ حضرتك مسؤوليه الاول. لا الاستشاري. والاستشاري برضه خلي بالك حضرتك والملك اللي استلم. ما هو استلم السقف كان غامق بقى فما رضاش بالابيض. مش شايف دكتور هو ممكن يجي مدهون يا فندم؟ ممكن يجي مدهون؟ مطلوب ان هو يبقى مدهون بس ايه؟ بس واخد اليو ال ولا فاهم؟ ده تحت مسؤوليه مين؟ مسؤوليه المانيفاكتشر مصنع مش مسؤولية حضرتك ولا مسؤولية المقود ولا المقاول ولا المقاول تمام؟ بس الوان ثابتة واخدة اليوم طيب كل ده بنتكلم في الرشاشات. طب الرشاشات دي خلصنا على كده لا الرشاشات دي حدود ده في 13 نوع من انواع الرشاشات عشان كده هو حضرتك بنتكلم في الجزء ده هنشوفه في شابتر او قبل الرشاشات او قبل ما نخش في الرشاشات عايز بس حته محدده او حته ثانيه ازودها اللي هي البايبنج اللي هي المواسير وبعد كده ارجع للرشاشات ثاني. البايبنج يا جماعه اللي هي المواسير عشان بس امشي مع التسلسل الجاي تمام؟ ها؟ البايبنج لا بس احنا بنتكلم في البايبنج في صفحه 28 صفحة 28 الأباب جراوند بايبس مواسير اليوم فوق الأرض. طيب إيه رأيكم؟ إحنا متعودين دايما إن المواسير بس على الألبوم طب يبقى أستاذينكم ناخد بريك المواسير. إيه رأيكم؟ ألو انواع المواسير السلام عليكم يا عم خليل بتاعه الحريق اللي احنا بنستخدمها في الحريق ممكن نستخدم اي انواع ولازم في نوايات معينه تستجيب حضره بس ها اسمع صوت عادي سينس بس لا سيمليس لا سيمليس وعلى حسب الابلكيشن احتاج ان طيب في اوائل القرن ال 20 مش 21 جدول 40 اوائل القرن ال 20 حصل في حريقة في منصة بترول. بقول لك روح للدكتور عشان هي البيت في قيصر ولا الجامعة حلوان؟ البيت في قيصر؟ البيت في قيصر على الأقل. دلوقتي؟ لا البيت في قيصر. خلاص. الحريقة اللي حصلت في منصة بترول لما الحريقة دي بيدوروا على سببها إيه؟ اكتشفوا ان سببها ان المواسير كانت اللويد ميتال اللويد يعني معدن الولد اللي بيخبط وبيشتغل تمام حصل فيه سبارك شراره تمام من الشاكوش بتاعه مع الايه مع الماسوره تمام
والسبارك ده هي اللي عملت دي ولاعه الدنيا. طب الله احنا لازم ايه؟ ندور على الماتيريا الثانيه او على ماده ثانيه نقدر نستخدمها كويس في بعض الابلكيشن اللي هي ممنوع تحط فيها ايه؟ ميتال معدن. وعشان كده جه الفكره ان انت ممكن تستخدم مواسير سي بي في سي كلورو بولي فينايل كلورايد. يعني ايه؟ يعني ممكن تستخدم مواسير سي بي في سي تمام الحري امراض الحري في الطبقه مش لازم بس بلاكسين ستيل سكيور مين يا باشمهندس تمام ماشي كده يا جماعه هنسهل. طيب ما انت حضرتك لو فاتح الكتاب هتلاقيه لان احنا بنتكلم كود راجل الكلام اللي انا بقوله من فضلك صفحه 28 الكلام اللي انا بقوله لحضرتك انا بكلمك كود مش بكلمك حد صادق بيقول ده انا بكلمك حد صادق بيقول الكود ايه تمام الكتاب اللي مع حضرتك ده الكود تمام كود بنفيرة بشرح بس الكود بتاع بنفيرة